الشمس ورؤية للبيت، لأنه احنا في حزب عمل الإنجاز قدمنا مرشح للدكتور عبد المكي. في بالنا احنا دخلنا في زمن انتخابي، الأصل فيه هو في زمن برامجي. الأصل فيه حتى كان ثم صراع اليوم في البلاد، مش صراع، تدافع، نقول كل تدافع بتاع برنامج قاعد عنده حل، لا احنا كل الحل هذاك مش باهي، عندي حل ما أفضل، وتكون عركة مزيانة لمصلحة البلاد والرابح فيها البلاد رابحة والناس كلها تطلع رابحة، لأن عركة بتاع برنامج. اليوم على الأسف احنا في حزب العمل والإنجاز عندنا تقريبا عامين بعد الوقفات وبعد يعني تقريبا ما تخلفنا حتى محطة نضالية، وقفنا بقنا في المسرح قدام المسرح في الوقفات الكل أمام المحاكم العسكرية المحاكم الابتدائية. في الأخر منذ عامين قلنا الحل هو الذهاب إلى حل في الانتخابات، ودعينا إلى انتخابات سابقة الأوان. هذا منذ 2022 قلنا الحل تغيير الصندوق، ويجب أن تتغير هذه السلطة السياسية بالانتخابات بنضال سلمي مدني. اليوم بعد يعني سنتين قربنا للزمن، يعني مازال 3 شهور على الانتخابات، سعينا عنا أكثر من عام ونص في إيجاد مرشح موحد. قلنا المعارضة اليوم اللي هي الناس كلها تتحمل مسؤوليتها اليوم بالسلطة بالمعارضة في المشهد اللي احنا عايشين اليوم، نحكي على الأقبال، قلنا اليوم المعارضة على الأقل جمع نحو مرشح موحد. تفاعلنا مع مبادرة السيد عايش الهماني، تفاعلنا داخل جبهة الخلاص أن نقدم مرشح، تقريبا تفاعلنا مع كل العائلات السياسية في البلاد. إلى تقريبا مازال فقط 3 شهور الانتخابات نلقاو احنا قلنا يلا ما ثماش هذه فكرة مرشح موحد أصبحت صعيبة. قدمنا الدكتور عبد اللطيف المكي، وكنا يعني قدمنا الدكتور عبد اللطيف المكي رغم قناعتنا منذ زمان أنه رجل دولة بامتياز، وأنه شخص نعرفوه، وأنه يزينا بالعباد اللي ما نعرفوهمش، ويزينا باش نجربه ما يزينا ما جربنا. الدكتور عبد اللطيف المكي عنده يعني تجربة، هو ولد الدولة، ولد الحركة الطلابية، ولد العائلة السياسية المناضلة، سجين سياسي، عنده تجربة تشريعية، عنده تجربة سلطة الدولة. مانيش نحكي برشا على من هو عبد اللطيف المكي لأنكم تعرفوه، ولكن ما رعنا تفاجئنا بتحريك ملف يعني لا ناقة ولا جمال فيه. يعني يمكن ثم ناس اليوم ما تعرفش، ما عندهاش فكرة على ملف سجيريني دبوسي الله يرحمه. الدكتور عبد اللطيف المكي لما خذا شد الوزارة، سجيريني دبوسي كان في السجن، دخل السجن منذ عهد الباجي، منذ ما قبل الترويكا، في قضية مدنية، لا علينا في القضية، في قضية مدنية ماهيش قضية سياسية. الدكتور عبد اللطيف المكي لما جاء شد الوزارة، مش نختزل مانيش ندخل في تفاصيل لأن الوقت ضيق، شد الوزارة، السيد كان في السجن، خرج من الوزارة خليها في السجن، ما ثم حتى فعل قام به ولو عنده فيه الحق يحاسب عليه، لا خذا فيه قرار، لا وقع على أجراء، لا أعطى فيه رأي، لا جاءوا مثلا نهار شاوروا في حاجة وقال لا جابوا له إجراء وهو وقع عليه حتى مثلا شكليا، ما عمل ما خذا حتى فعل يحاسب عليه، ما ثماش فعل أصلا. سجلني دبوس الدكتور عبد اللطيف المكي اليوم متهم بالقتل العمد، في حين انه السيد مات ما ثماش حاجه تثبت انه مات مقتول اصلا، القاتل ظلم على القاتل. يعني قضيه تحرك بعد الاعلان على الترشح في كل هذه السياقات الانتخابيه وفي كل هذه السياقات السياسيه، ما نجموش نقولوا اقل ما يعني ما نجموش نقولوا اقل من انه استهداف سياسي او ابعاد من يعني، لانه هو مرشح جدي حقيقي. اليوم طلع عبد اللطيف المكي وغيره هو مرشح جدي حقيقي. وهناك محاوله لابعاد خاصة في فترة تجمع تزكية، تعرفوا أنتم فترة تجمع تزكية لازم تلم 10,000 تزكية في أقل من جمعتين. جاو بداو جمعتين، اليوم هو ما نعتبروش ما عندوش حق، هو اليوم سجن سياسي، تقعد في دار ما تحركش وتمشي باش تعمل أنا كنت معاه، تمشي تشرب معاه قهوة، تلقاه معناها يخرج من الوردية يمشي للقهوة ويرجع، ما عندوش حق يخرج من حومته. يمشي للقهوة وتمشي للقهوة تلقى الأمن داير بيك، أنا واحد من الناس مشيت المرة الفاتة فقط جلست معاه خرجت خرط عليه الامن، هات بطاقتك هات كذا، يعني هو في خاصه في الحاله هذه هو سجن سياسي، انت مسجون. اليوم عندنا قاعدين نتواصلوا مع الناس نطلبوا في موضوع التزكيات لانه تحدي، احنا قررنا في الحزب ان سنواصل ونعتبر تقديم ملف ترشح في هذا السياق هو في حد ذاته صمود وهو في حد ذاته نضال، لانك انت بعد 3 شهور تواصل ثم تواصل ممكن يجيك يقول لك شبيك ما انتخبتش، شبيك ما ترشحتش، وشبيك ما عطيتوناش خيارات. اليوم التوانسه من حقهم انهم يلقاو مترشحين، وبعد كل واحد من حقه يختار اللي راه انسب. قيس سعيد شكون انتخبه؟ وما انتخبناه احنا. اخي ما دعيناش الانتخاب واكثرنا، ما احنا انتخبناه وعملنا حملات انتخابيه اكثرنا، باش ما نقولش احنا باش ما نتكلمش باسم المجموعه الكل، ولكن مع الاسف اليوم يبدو اننا لن نجد انفسنا امام مشهد انتخابي. وصفه سي سمير هو يوم اقتلاع وليس انتخاب. شنو يمكن نلقاو مرشح
وبعض المرشحين في الصورة، معناها شكلين. نتمناو اليوم أنه تكون عندنا الانتخابات هذه صحيحة، الشروط الموضوعية اليوم تقريبا غير متوفرة، ولكن يلزم نناضل مش نفرغ، لأن المقاطعة سهلة، قاطعة سهلة، المقاطعة تكتفي بالربوة وبالكتابات والمقالات وبستاتيوات فيسبوك، هذه سهلة. التحدي والنضال الحقيقي اليوم أنك تناضل من أجل أنك توفر الحد الأدنى من الشروط، وأن يكون عندنا على الأقل بعض المرشحين جديين. اليوم احنا في حزب العمل والإنجاز قررنا أن سنخوض هذه المعركة بكل الوسائل السلمية والمدنية، وسنجتهد قدر الإمكان من أن نستكمل ملف الدكتور عبد اللطيف المكي اليوم، ونختم بهذه. سي سمير نعرف أنت قاعد تقرب لي، لكن أنت طولت مش أنا طولت، نختم بهذه. نمشي باش نلموا تزكيات، بعض الناس يقول لك نحب نزكي، علاش يترشح هو؟ العباد يقول لك علاش يترشح؟ يا هلا ما كانوش يترشح، تو يترشح هاكا في الحبس، هاكا وقفوه، هاكا فلان ترشح وقفوه، يعني هذه رسالة هي بسيطة في جملها ولكنها عميقة، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، نحن سنواصل وسنستكمل هذا الملف، وبعد سنقدر مع كل شركائنا، أما في جبهة الخلاص أو كل الأحزاب السياسية والمناضلين والمجتمع المدني، بعد إن شاء الله ما نكملوا فترة تقديم الملفات، سنقرر معا هل سنواصل وهل سنخوض المعركة الانتخابية بكل وسائل السلمية والمدنية أم لا. باش نحكيو على حزب العمل والإنجاز، تعطونا موقفكم بخصوص إيقاف المرشح نتاع الحزب اللي هو عبد اللطيف المكي، ولكن العام الحزب لا هو في إقامة. أنا الدكتور أحمد النفاتي نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، واضح؟ اليوم نمثل الدكتور، مع الأسف تمنينا أن الدكتور يكون موجود، وتمنينا اليوم أن نحكيه على برنامج انتخابي ونحكيه على، ولكن مع الأسف اليوم قاعد نحكيه على برنامج. الإجراءات التي القضائية التي أخذت في حق الأمين العام تاعك كيفاش سمحني؟ موقفكم كحزب من الإجراءات القضائية التي أخذت في حق الأمين. احنا عبرنا في بيان رسمي باسم المكتب السياسي، قلنا هذا نعتبره استهداف سياسي، وهذا إقصاء لمرشح جدي من السباق الانتخابي. هذا يعني تجي في فترة بتاع 15 يوم فقط أنك تلم تزكيات، والتزكيات هذوما معناها يلزمك تلم 10,000 تزكية من 10 دوائر مختلفة، يعني يلزمك تجمع 10,000 تزكية من تونس شمالا وجنوبا. تونس ماهيش كبيرة برشا، تونس فيها 10 ملايين، ماناش بلد فيه 80 مليون، تلم 10,000 شمالا وجنوبا وفيها شروط، يعني يلزم المرشح هو اللي يتواصل مع الناس، وهو اللي يمشي يقنع الناس أنه باش يزكيوه، خاصة تعرفوا مرحلة التزكية هي تبنى على الثقة. التزكية هي ثقة، ماهيش موافقة على برنامج انتخابي، ماهوش الانتخابات، التصويت في الانتخابات هو يبنى على أنه كي نقتنع ببرنامجك ننتخبك، ولكن التزكية لا، أنا عندي ثقة في شخصك نزكيك، إذن هي مربوطة بالشخص أكثر منها مربوطة بالبرنامج، نحكي على مسألة التزكية، لما يمنع في الفترة هذه إذن هو ممنوع من استكمال ملفه، إذن هو يعني حكم عليه من إبعاده من هذه السباق الانتخابي ومن هذه الانتخابات الرئاسية، لأنه هو نعتبره احنا هو مرشح جدي حقيقي، لو يكمل هو منافس جدي حقيقي ومرشح جدي حقيقي. فالدكتور عبد اللطيف المكي يعني هو جمع بين التجربة التشريعية كان في البرلمان، والتجربة الطلابية كان أمين عام اتحاد الطلبة، والتجربة في الدولة مرتين يتقلد وزارة، ولقبه التونسيون بالجنرال في فترة في أحلك فترة مرت فيها تونس، وقاد فريق معركة ضد الكورونا، يعني هو رجل معروف ورجل مجربينه، وأثبت جدارته في عدة محطات والتوانسة شاهدوا له بذاك، إذن فهو مرشح جدي. هو متشبث بأنه يجمع التزكيات هذه ويكمل الترشح. طبعاً أخذنا قرار أنه سنستكمل هذا المسار وسنصمت وسنقاوم بكل الأساليب السلمية والمدنية حتى نستكمل هذا الملف. كيفاش طريقة الدكتور لا هي التزكيات ما تستحقش توكيل، يعني التزكيات هم المواطنين، ثم ورقة عملتها ليزي كل واحد يوقع واحنا نجمعه، ويلزم في كل دائرة يكون على الأقل ثم 500، عملنا فريق عمل، عملنا يعني مجموعة، عملنا مكتب لإدارة الانتخابات، وعملنا مكتب لإدارة الفريق لإدارة ملف التزكيات، وقاعدين ننتشروا في الجهات ونتنقلوا. صحيح للأمانة ثم تحدي أنه الدكتور ما يكونش معاك كمرشح، ما يكونش معاك، قاعدين احنا نتحركوا يعني تحدي، ولكن المظلمة هذه خلت زادة برشا ناس يتعاطفوا معاه، ممكن ثم برشا ناس ما كانوش ناويين يزكيوه أو يتحركوا، فالمظلمة هذه حركت برشا ناس، بل بالعكس احنا اليوم يجيونا ناس يقولك لا أنا مانيش جاي باش نزكي، أنا جاي باش نجمع معاك التزكيات لأني نعرف هو مش موجود. فماش مفاوضات مع بقية مكونات جبهة الخلاص أنهم يكونوا كل مرشحهم يعني هي جبهة الخلاص اليوم لما تقرر أنها معنية بهذه الانتخابات وأنه تدعو الناس أنها تنخرط، خاصة من أهم مكونات النهضة أو بقية المكونات أنهم ينخرطوا إيجابيا
ويقدموا يعني يزكيوا لمن يرونها صالحا. يعني نتصور أن الجبهة أو غير الجبهة أو حتى الأحزاب الأخرى ما يقدروا يتكلموا على من هو المرشح اللي باش يدعموه إلا ما تستكمل الملفات ويسمع عنا قائمة بتاع مترشحين. اليوم المترشحين مما تماش القائمة، هذا نحكيه فيه بعد.